مشيتيش على بركه الله. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشاهدوا معنا هذا النهار هذا وصلت النوبه ديالي وراني خدامه ان شاء الله يا ربي معاونيني. طبعا البنات راهو موقفين معايا رشيده مشات راه هي مسكينه راه معاونيني مصبر. وغادي نعطي الكلمه رشيده. تحيه للمشاهدين ديالنا كيما كنتو، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيما كتشوفونا تيتيش لي لايك لا تبارك الله على المشاهدين. راه كنقرا لي كومونتير تيقول كلكم عزازين علينا، كلكم غنشجعوكم، كنشكركم بزاف بزاف. واليوم ها نتوما مع تيتيش وغتعطيكم الاطباق اللي عندها الرئيسيه والمالح وال هذا. تيتيش اليوم ما ياكلوش هادشي كله، كتاكلوش هذاك فيبر والله تدي لكم داكشي اللي غتاكلو كلشي. ان شاء الله نتمنى انه يكون غير بنين ويعجبكم. هذا هما ليسونسييل كاع من هادشي كامل. ونتمنى ان شاء الله المتتبعين ديالنا ما نكونوش كنشهيوهم. وان شاء الله دابا غندوزو ان شاء الله لكلشي نشاركو مع خوتي. انا كيما قلت لكم راه عندي الدجاج، عندي داك جيتيش نصور لك عين اجي يا ياسين راه دارت لي واحد الخيط كبير هز لي ريان. الله يخلي لي حتى هو ويحفظوا لي لا هو لا ولدي. يا ربي والله إلا صباح هو عزو مسكين كتلا غادي تسنرا لي بيه وانت خدمي شغلك. تحية للمتتبعين ديالنا في المكانو على بركة الله. ديتي تي شختي رشيدة يلا دابا نبداو ان شاء الله ياسين بهاد الدجاجات هادو صغيورين. لا لا حصاية هاد جات ها هما هادو خليتهم هكا بهاد العنيف ديالهم كيجيو مديكورين فاش كيطيبو. دابا صغار هادو كنتي تجبتوهم؟ هادو غير صغيورين، دجاجات صغيورين عندي منهم ستة. وعندي هنايا داكشي باش غادي نعمرهم ان شاء الله. والدجاج راني ديجا غسلتو ودرت له الملح والملحة والحامض وسميتو سكين جبير باش يرقد ليا الليله كامله. وصبيتو عاوتاني في الربيع والثومه وشويه الملحه والحامض. الله يعطيك الصحه ديالك شتي شنو ان شاء الله غادي ندوزو للتعميره ديالو. اييه ان شاء الله يا رب على بركه الله. غادي نحط راكم كما كتشاهدوا معنا عندنا هنايا الشعريه هاد الصينيه هادي قطعتها درتها في شويه الماء. وعندي البصله، عندي الكبده، عندي الثومه والربيع غير المعدنوس. وعندي هنايا الزيتون مقطع، عندي هنايا لاصوص الحاره، عندي هنايا الطبزيره ديال الدجاج، وعندي هنايا سكينجبير، عندي هنا الحار والملحه، عندي هنايا شويه ديال الابزار وواحد العطريه كتعطي واحد النكهه زوينه ديال هذا. أيه. تاهي شاركتها معاهم في هذه الوصفه هذه. يعطيك الصحه ديالتي شي ان شاء الله. غادي نهز كلشي وغنخلطها ياسين بيدي نيشان حيت تبارك الله هاد الدجاجات غنعمرهم وغادي نديرهم في واحد المول هنايا غادي يطيبوا. أيه عاد غادي ندوزهم ان شاء الله للفران. الله يعطيكم الصحه عريسه ام حليمه. والله ما عندي ما نقول فيكم. لا لا والله 10 على 10 عاونوني البنات مساكن هذا النهار هذا. ترى رشيده تبارك الله عرفتي المتتبعين رشيده حماقوا عليك والله العظيم. بغيت نبارك لهم بلا بهم راه ما كاينه حتى حاجه. والله ما صبحناها عرفتي كليناها كامله. جا داك الشيخ زال عند اختي رشيده الله يعطيها الصحه. واش ردي راسك احفصا ودابا انا اللي بقيت. لا 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 صح انت وماما. لا لا امي كتكون خبزنا حنا شنو هذا كتيتيش؟ لا مطار. لا مطار اييه هنايا حاجه اللي درتيها لي ندوزال. صباح حصاتي ورشيده كيعاونو تيتيش. ها هنايا شويه ديال الرز كيما قلت لكم والعطريه ديال الادام، درت ديال الدجاج وديال الادام. يعطيكم الصحه صافي. انا درت الخرقوم والسكينجبير. اييه هنا الحار والملحه وهنا الهريسه. رشيده اختي شويه ديال الزيت. يعطيكم الصحة وصافي. ودابا ان شاء الله غنبدا نرون نرون هكا ان شاء الله باش يكون داك الشيء بنين. جوج دينا تيتيش باش ربي يدير البركة. ها هي ياسين ها هانت زيت البلدي. ها انتم تبارك الله المتتبعين. صافي جي شوية من الزيت ما يجيش شاحت.
اي صح يجي شويه فاز شويه باش قاد تاكلوا ديك الشعريه كتجي شي شويه بارده انا كنوجدها هاد الدجاجه ديالي اييه غادي نربط لهم الرجيلات هكا كنحزميهم باش كتعطي لهم الدجاجه الرجيلات غير بالجلده ديالهم ملي تكونوا كتنقيوهم حيدوا لهم غير داك الوسطاني وخليوه الجنيبات باش هي تربطو بيهم اييه الله يعطيك الصحه هانت في التقطيع كنحيدو غير هنايا وكنخليو هاد الحاشيه وراهم ديجا شرملتهم هانت تبارك الله شهيتينا يا تيتيش غير شهيتينا بالله العظيم دابا ان شاء الله غنعمرهم وغادي تشد ليا الشرموله حيت الدجاجه صغير صغيورين غادي نحتفظ بها ان شاء الله دارت لنا تيتيش كل كوبل بدجاجه انا وحسن ديالي الدجاجه ديالي ما يقدرش الزجاجه ديالو مي كاينه وحده كبيره هذه دمي ومي عمي هادشي اللي كاين عشاتي شي شكلاش كيجي كنحشي لهم ديك الشعريه حيت تبارك الله ايوا بخير موز ودا ولدي والحمد لله والله يضيق وغادي نخلي اختي رشيده تكمل لي الدجاج ديالي وانا غادي نبدا ان شاء الله في ليكيش وغادي نشارك معكم ان شاء الله الوصفه وعندي لي بيتزا حتى هما غادي نشارك معكم كلشي غادي ان شاء الله نوصل يدي وانا معكم ان شاء الله وهنايا عندي الجبن راني ما درتوش كامل خليت واحد الكميه اللي هي صغيره اييه هو وعندي هنايا دانون مسوس ها هو غادي ندير غير حتى هو واحد شويه وغادي معكم مزيان وغنزيد معهم واحد لاصوص زباله غادي ندير هاد لاصوص هادي كريمه هاد الكريمه ها هي هادي راه معروفه اييه غنزيد هاد الشيء هذا ان شاء الله غادي نديرو غير من الفوق باش كيجيو دوك لي كيش ديالي ما ناشفينش كيجيو شي شويه فيهم واحد لوغو زويون تبارك الله عليك اودي تيتيش الله يعطيك الصحه انا عندي ثلاثه البيضات كذلك غادي نضيفهم مع الخليط ديال الخضره اييه المهم عندي لدند عندي شويه البصله عندي الفلفله عندي فلفله حمراء عندي البزار البزار عندي الخرقوم سكينجبير والملح وشويه ديال الصفر اييه زعفران عندي الفرماج الموتزاريلا والحمر مخلطين ضروري هذا غادي نحاول نطربو ياسين حتى غادي ما يبقاش دوك ما عندكمش داك الطراب لا بلا ما يحتاج حيت هو دغيا غادي يطرب ليا صافي لا ما يحتاج ولاصوص ديال الصوجا ضروري في هاد الوصفه هادي غادي نديرها حتى هي ان شاء الله شوف اتيتي شو هذا هاد لاصوص هادي غادي نديرها ان شاء الله فاش غنكون كنخلط هادشي حيت انا ديجا وجدت كلشي وقليت كلشي دابا ما بقى لي غير الا نخلط ونزين وانتم تساعدوا معايا هنايا طربت ياسين البيض درتو غير شويه بحال هكا باش ما يبقالش مجموع غندير شويه ديال الفرماج وغنخلي شويه غنزين به غنديك العطريه ديالي كامله دير غير شويه شويه والمليحه كامله غادي نحاول عاوتاني نطرب هادشي كامل ان شاء الله ونزيد ديك الخضيره اللي شحرت الفلفله والبصله ولا دند ديال ديال الدند وكتقطعو على شكيلات صغيورين ندوزو لديك الهاشوار دغيا كيتقطع دابا ان شاء الله غادي نحاول نخلط هادشي وغادي نعمر لي كيش ديالي ونزوقهم بفروماج ولاصوص وانا غنضيف ان شاء الله شويه ديال لاصوص ديال الصوجا غير واحد الكميه اللي هي قليله صافي هانتوما غنحاول نخلط كاين اللي كيخلي في فلاصينا هكا والبصيله وداكشي ولكن حيت انا عندي لي كيش هنايا ديجا واجدي حاولت انني نطيب كلشي باش وفين صايبتي تيتي هاد لي كيش بصراحه خديناهم واجدين اييه خديناهم واجدين ودابا ان شاء الله غنعمرهم ونزوقهم وندخلهم الفران وغادي ندوز معكم ان شاء الله البيتزا ان شاء الله يا ربي تبارك الله على رئيسة سمو حليمه الله يعطيكم الصحه الله يبارك فيك البنات معاونيني تبارك الله عليهم دابا حسباش كلفتيها دابا تيتيش انا كنعمر هي غادي لاصوص ومن بعد غنضيف انا شتيتي علاش كلاش كيجيو في التعمار
تبارك الله غزالين. تجيو انيقين. آه اييه. لا عمري بلاصوص من الفوق. انتوما حفصة، أقول لهم أنكم غدا ما تعاونونيش. لا 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 إن شاء الله غادي نتزردوا معاها. كاك غدا وقفوا مع حفصة إن شاء الله. ضروري يا سي شحال من حفصة عندنا. هاكشي اللي كاين. لا الصغيرة ديالنا ضروري نديرو معاها كيف يليق. لا هاكشي اللي كاين اختي حفصة. ديما معاونين الحمد لله ومحنين بيناتنا الله يخلينا ديما هكا. الله يخليكم يا ربي ديما مجموعين ان شاء الله يا ربي والله يسهل الامور والله يسمح لنا منكم حتى انتم كضربوا تمارة في هذا رمضان والله العظيم. الله يعطيكم الصحة. يا سي كنضربوا تمارة ويني. شنو اختي رشيدة ولا تنجي عندك؟ تمارة ويني بالمتعة ما كاينش زعما شي. ياك اختي بالنشاط والضحك وهذا. بالنشاط والضحك كتحسش كاع بالنهار. ربي يخليك اختي رشيده. ما كنحسو بالنهار. انتوما اختي رشيده راه صايباتهم عمراتهم ما بقى لك واقيلا اختي رشيده والو من ديك. باقا شويه. باقا شويه من داك التعمار. كيعجبك انت داك الشيء. كيجي زوين. انتوما اختي رشيده هي راه كديس هادو هما فين دارتهم. دابا غنربط هاد الرجيلات هادو ونديرهم في الطنجره ديالنا يطيبوا. هيا اختي. وتابعونا المشاهدين. هيا اختي رشيده واخا. واش كيفاش غادي ديرهم تيتيش ياك تيتيش؟ هذيك لاصوص اللي كانت بقات لنا من الدجاج ضفناها هنايا وزدنا عليها شويه ديال شويه ديال البصله باش توجد لنا دغيا. اييه ها انتم المتابعين ديالنا شوف حفصه اختي دوك اللي صايبتي الولا. اييه ها انتم المتابعين ديالنا تيتيش نعم اذا ياك ما تقال عليك هذاك راه ثقيله سمحي لنا اختي. هيا شوف اختي رشيده نديرهم على الفرن ديالنا. هيا اختي رشيده دابا ماما دابا انت ما تعرفيش شنو هذا الشيء هذا جا ماما حداهم اجي حصا ديروا ماما بلاصه الوسط ديروا لها دزي على الوالده دزي. هيا تعلم دايا. لا شنو بالك دابا الوالده شنو هادو؟ هذا وقيلا المايونيز. ربي ما سولوا على رشيده سولوا بلا شنو يلا زيد الوالده شنو؟ والله ولدي قلتها غير على الله بالله العظيم. زيدي شنو اخر؟ ايوا ما نعرفهاش اشنو زعما هذا الفوقاني هذا الوالده هذا سميتهم هادو؟ هادوك غريب فاطمه كانوا هما هادوك سير الوالده زيد. ايوا هذه وقيله الشعريه. برافو عليك سير. ايوا اللي لتحت ما عرفتش ولا شنو راه مغطي. الله يعطيك الصحة الوالدة أصاحبي. أنا كنت دارك يا ولدي. أنا ما عرفتش أش ولا عرفتش. ها داكشي اللي كاين هذا راه غير جبن واحد لاصوص كريمة. إيوا. وصافي هنا كاين فعلا الكوكوت ديالنا. وما عمرنا وليداتنا درنا حنا هذا الشيء واش نكذبوا عليكم الصيام فمنا. لا الوالدة. حتى أنت وليداتي غير الحريرة كيما قلت لكم وداك الشيء عادي. ليش أنا الوالدة. هذا الشيء اللي كاين. وباك محمد راه كنضرب غير على اللحم تنفور له اللحم. ونفوروا الدجاج والمهم وداكشي غير داكشي عادي داكشي اللي كاين. ايوا دابا تبارك الله بنياتنا قاريين وعارفين والله يرضي عليهم. امين. والله يزيدهم قرايه بقرايه ويتفقهوا بعقلهم ان شاء الله. امين الوالده امين. الله يخليك لنا يا ربي. بنياتي وليداتي والله يرضي عليهم. الله يعاونك الوالده بسلامه. الله يسهل عليكم. ايوا ياسين انا ساليت لك الكشك ديالي ان شاء الله دابا غندفعهم في الفران. جاب زوين طيبوا ان شاء الله يا ربي وغادي ندوز البيتزا ونشارك حتى معكم. هنا راه الفرماج اللي ديجا طحنتو في واحد الماكينه وكنستعمل انا هكا كيجي ساهل. ايوا كيكون في الثلاجه والله يرضي عليكم الله يعاونكم. اش بغيتي انا كحصه؟ تاكلوا ما تسرقوا لناش الوصفه ديالنا لا الحلوايدي احسن ما تخبعها. اجي 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 احسن ما تخبعها حتى الغدا. اش معك بهذا الشيء هذا؟ لا يا خويا تعاوتاني ان شاء الله نلقاوه مره اخرى عاوتاني. راني هنا قال اش معك يا رشيده بهذا الشيء؟ احسن ما تخبع من دابا. لا لا هي واخا غدير ديك لاصوص غيكون عندها شي وجبه اخرى مختلفه على اللي كيجي. يعني مثلا دير شي شي ما تحرقوش المراحل ما تحرقوش المراحل. لا شتي صرحوا على المتتبعين بزاف ديال الوصفات غير الا ما بغاتش حصه تفنن ياك. لا صح عاونوها في لي كومونتير حصه شنو غديري شنو غديري يلاه يوا زردي راسك حصه بزاف الله يحفظهم علينا صافي والله قرار عليهم والله. ايوا وليداتي العين تشوفوا اليدات ديالك داكشي اللي كاين الوالده والله العظيم. ايوا حنا وليدات فينا الغفله
انا شحال من مره درت الحريره ببطاطا وب ويلي فاش جيتي الله عروسه؟ لا منين جيت عاد عروسه؟ باقا ما عارفه حتى حاجه. ايه وكيفاش عاود ربي عاودي لنا كيفاش؟ ايه على ربي وانا قلت لك. لا شكون اللي زعما اللي علمك شكون اللي ربي جي حدا العروسه تسوي عاودي لنا هذه القصه هذه؟ عرفتيش؟ رشيده خلي ماما غادي تعاود لكم فاش جات عروسه وما كانت كتعرف حتى حاجه كانت غير صغيره. لا والو كنت ما عارفه يا وليداتي حتى حاجه ما عارفه. والعمر الوليده فاش تزوجتي شحال؟ علاش با مسكين الله يرحمه يعطيني. اه؟ وكانت امك رحمه الله رحمه تقول لها رحمه الفتره باقا صغيره وانتم الدار كبيره وهي ما عارفه والو داك الشيء اللي كاين وليداتي. عليك الوالده؟ عليا حرام عليا حتى الخبزه ما تنعرف ندلبها حتى تكون في الفراح. اه الوالده؟ ايه وكيفاش وليتي كتعرفي؟ بقيت بين امك رحمة الله يكون عظامها في الجنة ان شاء الله. جداتي؟ اه جداتك مسكينة الله يرحمها. اه؟ وبقات معايا مسكينة وبقات معايا هاكي ديري وهاكي تفعلي وهاكي ديري حتى ولدي وتعلمت كل شيء. الحمد لله. كل شيء. وما نهار الأول ياك باك الحجوية الله يرحمها مسكينة ودي دير لنا الشفنج. ايوا زيد داك الشفنج بقيت نرول فيه تروت رديتو كي الحرير. زيت رميه في المقلاة. سنباتات مشي بكوش. والحمد لله دابا الوالدة. لا والو وليداتي ما كاين لا كذب لا والو. كنت باقا صغيرة قلت لك ما عرفت اللعبة والو. الصراحة بنت ملي صغير اللي دارها جات معاه. فاش كيكبر كيتعلم. حتى يتعلم ايوا كيما قلت لكم دابا العين تتشوف وليدات ديالها. داكشي اللي كاين والو. يلاه وانا كان راسي مهرس ما كان. ايوا صافقات امك رحمة هاكي. تبقى شغل تبارك الله ما تديرو حتى وحده. الله يعطيك الصحه الوالده. شوفو تنديرو. ايوا دابا اللي جاو عريساتي واللهم لك الحمد اولدي وروحوني وراني شتت قعود اللهم لك الحمد. لما كانوا العقايزه الله يعطيهم الراحه. رزقك ربي الوالده بثلاثه العريسات. والحمد لله بينو كي هادي كي هادي. بحال بحال. الحمد لله ولدي ونكذب على ربي. ما عندكش تا وحده الفرق بيناتهم. لا والو يا ولدي كل كان نمشيهم غير في الذهب وربي شالها عليا. والعواشر هذه امين الوالده الله يخليك والله يسهل عليهم والله يرضى عليهم والله يعاونهم على وليداتهم حتى هما امين وهذا الشيء اللي غنقول لك اولدي امين الوالده وسير الوالده ترتاحي بلا ما نطول عليك ها انتما كما كتشوفوا اخوتي من بعد ما شحطت لك لاصوص وداك الشيء غادي ان شاء الله نزوروا معك يا البيتزا كتجي ساهله وكتجي يعني سريعه في التحضير خمسة دقائق ما كاملاش تجدي البيتزا وتاكليها ثم كما كتشاهدوا معنا البيتزا ديالنا وجدوا دابا ما شاء الله الا غنطفيها من الفران باغي ان شاء الله غنجدوا والله اكبر الحق اه يلاه العصر كيبدن دابا معنا العصر تبارك الله راه وجدنا كلشي يعني ما بقى غير تزيين وخليكم معنا وانتم كما كتشاهدوا معنا المتتبعين الغاليين ديالنا هذه الخضره اللي رفقت معها الدجاج رفقته مع الخضيره كما عارفين ماني بدا تبارك الله كثار ولا ما درناش الخضره راكم عارفين ما كيبغيوش غير شي حاجه بوحدها هكا حرفيه ضروري ما نرافقوا معاهم درت خيزو لاريكو وبطاطا وشويه القريعه ودرتهم كاملين في الكسكاس ودرتهم في السلوفان كيطيبوا في طياب واحد كيجيو مايعطيك شنو هادو تيتيش هادو هادو بريوات لديك الورقه اللي شطت على رشيده البارح استغليتها انا اليوم درت فيها شويه الفرماج وشويه الكاشير وشويه البيض وطحنتهم ودرت لهم الهريسه وشويه ديال الطبزيره كيجيو زوينين وغنقليهم زوق بهم الطبق ديالي اي ان شاء الله يعني داكشي اللي شط ما يضيعش داكشي اللي كاين وفين غادي تفين وصل الطبق تي طيب الطبق ها هو يا سيدي ها اي 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 تبارك الله داكشي تبارك الله هو هذاك هو دابا غنخليهم يطيبوا مزيان حتى نحس بهم هراو ونحسهم باش نحمرهم في الفران بواحد لاصوص غنشاركها معاكم وخليكم معانا وسمحونا الا كنشهيوكم شحال اللي كانت تيش خضره هذه الخضره اللي درت معاها الزبده وشويه الزعتر وشويه الابزار والملح تبارك الله درتها هكا في الفران كتجي زوينه حتى ما تبقى تشحر كل حاجه بوحدها اييه ودابا ان شاء الله غادي ندير البيتزا ديالي من بعد الدجاجات تيتي شنو داكشي ها دابا ان شاء الله كندير غير هاد الكريمه درت الكريمه الفلون بغيتي نوريكم هادي اللي كيبان حيت الكيسان ما كفاونيش درت هنايا واحد لاصوص الكراميل ودرت هنا اللوز والبسكوي وهنا الفلون وواحد لاموس كانت عندي زوقت بها حتى هي وعندي هنايا الفواكه اللي مرقدين زوقت بهم وهنايا الكراميل تبارك الله ها انتم هادي تزوق وليك اش ها انتم تبارك الله كلشي طلع غزال ما شاء الله ايوا زهر اختي حفصه
ايوا دابا خليكم معنا المتبعين ان شاء الله تتم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي، وشاهدوا معنا الطبيله ديال تيتيش وديروا جيم 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 جيم. ها انتما كما كتشوفوا معايا من بعد ما جبت الدجاج ديالي ها هو هذا، ودرتو في هذا بابي هذا على ما يستقطر ليا، عاد غادي ان شاء الله نديرو في الفران. وهنايا درت لاصوص ديال باربيكيو ودرت معها الزبده وواحد لاصوص اخرى ما عرفتش السميه ديالها، تا هي ديال الدجاج زوينه كتزوقي بيها، كدهنيهم امي وكيتحمروا في الفران. ايوا كيوليو محمرين. ايوا داكشي مخدر تبارك الله. من ايوا تيتيس ايوا الطبخ ديالنا انتنا ناوي يعجب ماني يا تيتيس شنو بالكم؟ ايوا هاتي تيشاي معطور، ها سكداتو سكداتو. انا نوريهم داك الطبقه اخويا الحسن. اسيدي ما عندي ما نعرفش زيد اخويا. اييه داك تيتيش هذا الطبق ديال تيتيش. ما عندناش بهذا الشيء تيتيش. هو حتى ما تيتيش المسابقه صح؟ اش كان احسن؟ هاك هو مثلا بحال تيتيش المسابقه. ها؟ وفينا مال البنات؟ زيدوا لهنا وانتم حشمانين. هي راه غدا غتمجد. اش البركة رشيدة؟ داكشي زوين الله يعطيها الصحة. المهم هو الأساس هو المشاركة. نيشان 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 أختي حفصة هنا معاك. يا غدا إن شاء الله تعاونوا مع حفصة تيتيش. إن شاء الله غتكون شي حاجة زوينة إن شاء الله، وشي حاجة اللي في المتناول ديالنا ان شاء الله. يا ربي امين. وانتم هذه الطبيله ديال تيتيش. تيتيش الصحه في المستوى تبارك الله عليكم ثلاثه ديكم الله يكثر الاخوه. وانا هي هادشي كامل اخويا ياسين كي قال حتى مول كلام ماشي وحدي، راه عاونوني البنات بالفضل ديالهم وجوج كامل حيت كون كنت بوحدي راه ما نقدرش ندير بزاف الحوايج. الفكره كانت ديالي طبعا ولكن هما عاونوني. يلاه يعطيكم الصحه. ديالهم شكرا لكم. وقولوا مع السلامه للمتابعين ديالنا الى الفيديو المقبل ان شاء الله.